الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل الكلام أفضل أم الصمت؟ إذا كنت جالسا في مجلس وكنت محصورا بالكلام، عندك جملة تريد تتركها وتطلقها، الأفضل أن تصمت أو تتكلم. قديما كان المناطق يقولون: الإنسان حيوان ناطق. فميزوا الإنسان عن بقية المخلوقات بأن بقية المخلوقات شاعرة ولكنها غير ناطقة، فالنطق يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. طبعا مع قطع النظر عن دقة هذا التعريف وصحته، وهو أمر مشكوك فيه، فإن مما لا شك فيه أن أولى علامات العقل هو الكلام، الكلام السليم. لكن السؤال: ماذا عن الصمت؟ أليس هو أيضا علامة من علامات العقل؟ بعض الناس حينما يسمع أن الإنسان حيوان ناطق يفكر دائما لازم ينطق 24 ساعة يتكلم. الصمت أيضا علامة من علامات العقل. أصلا أن الصمت علامة العقل أشد من أن الكلام علامة العقل. العقلاء عادة ما يتكلمون كثير. هنا يأتي السؤال: أيهما أهم، الكلام أم الصمت؟ يقول مثلا قديم: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. وعلى كل حال، فإن لكل من الكلام والصمت وقته. أحيانا يكون الكلام ضروريا، يعني إذا دخل المعلم في الصف ثم وقف هناك نصف ساعة ساكت صامت ثم خرج، هل هذا عمل بالحكمة؟ قطعا لا، كان عليه أن يعلم الأطفال لكنه صمت وسكت. لكن نفس المعلم حينما يتكلم في الدرس، أليس من واجب التلاميذ أن يصمتوا ويسكتوا ويستمعوا؟ الكلام بالنسبة إلى المعلم ضروري فهو من ذهب بالنسبة إليه، والصمت بالنسبة إلى الطلاب ضروري فهو ذهب ولا بد منه. إذا لم نتكلم كيف نتفاهم فيما بيننا نحن البشر؟ نعم، أحيانا يكون الصمت ضروريا، إذ بدونه أيضا كيف نتفاهم نحن البشر؟ تفاهم البشر قائم على أمرين: الكلام والصمت. وربنا بالنسبة إلى كتابه الكريم يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمع، استوعب، أنصت، اسكت، حتى تتعلم ما دام القرآن يقرأ. ويبدو أن علينا أن نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام. عادة الآباء والأمهات يحاولون تعليم أطفالهم الكلام، لكن هل أحد من الأبوين حاول أن يعلم ولده الصمت أيضا إلى جنب تعليمه للكلام؟ هل علمه الصمت؟ خاصة لمن يريد أن يتأمل الكون، الصمت ضروري. أنت حينما تريد أن تتأمل تفكر: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يريد يسمع نداءات قدسية قادمة من عالم الملكوت في زحمة الأصوات البشرية التي تملأ الحياة، يحتاج تسكت، يحتاج تصمت، يحتاج تتأمل. البعض يعتبر السكوت ممل ويفضل عليه الصخب في البيت. تشوف أجهزة التلفاز يرفع أصواته، أحيانا أنت تمشي بالشارع وأنت في سيارتك، والتلفاز
الشبابيك مغلقه، مع ذلك تمر سياره مسرعه، بعض الشباب المغرورين او الشابات المغرورات، وقد رفعوا اصوات اجهزه التسجيل بالاغاني والموسيقى، وفي البيت نفس الشيء، يرفعون اصوات اجهزه التلفاز، الراديو، المسجلات، واذا يتكلم يتكلم بصوت عالي. هذا الصخب الذي يزيد الإنسان اضطرابا وهيجانا وتوترا، حتى أن البعض يقول، بعض علماء الطب، أن الاستماع الدائم إلى أصوات مرتفعة للموسيقى والغناء أو حتى المحاضرات، الذين يضعون سماعات في آذانهم ويستمعون بصوت عالي، بمرور الزمن يفقدون القدرة على السمع، قد يصابون بالصمم، بالإضافة إلى التأثير على الأعصاب، هذه الأصوات العالية تسبب توتر. مثل هؤلاء الذين يحبون الصخب وارتفاع الأصوات يجب أن يتعلموا الصمت للكلام. كان من وصايا النبي داود لابنه النبي سليمان عليهما السلام، قال: يا بني، عليك بطول الصمت إلا من خير. عندك كلام خير، عندك كلام نافع، قل خيرا وإلا فاصمت، كما يقول الحديث الشريف. داود يقول لابنه سليمان: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. إذا كلمة كانت في بالك وما قلتها ممكن تتندم إذا كان في مكانه، لكن إذا تكلمت تشوف جملة طرحتها على بعض الناس تتندم عدة مرات على هذه الجملة، أخطأت في بدايتها وأخطأت في نهايتها وأخطأت في ذكرها وأخطأت. ليش؟ لأن الكلام في وثاقك، الكلام محكوم بك حينما تكون صامتا، لكن إذا هذا الكلام أطلقته كنت في وثاقه، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا الكلمة قلتها فأنت محكوم بهذه الكلمة. إذا أحدنا وعد إنسانا آخر فلا بد أن يفي بوعده لأنه وعد، لكن إذا كان في باله أن يعد ولم يعد فإن هذا الوعد في وثاقه، الوعد محكوم به وليس هو محكوما بوعده. المهم علينا أن نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام، خاصة لمن يريد أن يستمع إلى الأصوات القادمة من ملكوت الله عز وجل، فعليه بالتأمل، عليه بالتفكر، عليه بالسكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.